فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم وضع المرأة مكانا محددا في البيت تصلي فيه ولا تنتقل عنه إلى غيره، بل مكانا واحدا وسجادة واحدة؟ خلها تصلي، لا تمنع، خلها تصلي بالمكان اللائق بها، هي أدرى منك بما يصلح لها. نعم، تدخلون حتى على النساء ببيوتها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.